بغيت نعاود لكم واحد الحاجه ياك. دابا النيبه ملي جا عندي اول مره بقاو تيقولوا لي الناس اش غدير بيه، فاش غينفعك، بزاف ديال الحوايج. الناس ما عرفتش بان النيبه خواتاتو كان حمق عليهم وكيحمقوا عليا. هو راه خويا وعزيز عليا، الخنوخ نفس الشيء. يعني هاد الناس قبل الشهرة، قبل كل شيء، هاد الناس راه عائلتي، ناس كنبغيهم كيبغيوني، من ولادو، من خوتو، من خواتاتو، من كل شيء. يعني هاد الناس عائلتي. منين انا بغيت نجيب النيبة، ماشي جبتو باش يدير لي الاشهار، لانه كون كان بغيت يجي شي واحد يدير الاشهار، واحد اللي غنخسر عليه بين 14 حتى 20 مليون، غنمشي نجيب شي واحد عنده كونت فيه 7 المليون 6، اضعف الايمان تكون عنده واحد 4 المليون 5 المليون، اضعف الايمان. انا نعطيكم غير مثال، وانا واخا تكون عند شي واحد 10 المليون ما نخسر عليه درهم. اوه سورتو في لوكا ديال نيبا. انا نعاود لكم على نيبا. منين نجيب اول عندي العيادة، شافوا الطبيب لقى فيه السكر طالع، هو يجي الطبيب يقول لي صوفيا والله حرام عليك، هتضيعي فلوس صحيحة، يمكن ما تجيكش نتيجة. قلت لي شوف، انا اختارت نيبا ماشي باش ندير به الاشهار او باش نستفد من وراه، استفدت من وراه راه رزق جاي، ما استفدتش من وراه بيني وبين ربي وضميري، داك الانسان كان بغيه وكان حمق عليه، لا هو لا عائلته، غندير لي حاجه زوينه. فهمتوا؟ يعني الطبيب قال لي زعما دير لي شي حاجه بحال باراتو، زعما بحال باراتو، غنشدو فم يدير واحد الفوق واحد التحت كيتلبس، منين يمشي بالليل يحيدو. فهمتوا؟ يعني بحال ما درت والو، يعني السيد ما عنده حتى سنه في فمو، كانت عنده غير سنه وحده، حيدوا لي ديك السنه داروا ليه باراتو، وني باقي صغير غير الغلد وصافي. يعني انا يا ربي كون كنت كنفكر في الفلوس وفي الناس، كون راني زربت عليه نهار الاول، طق طق دير لي الفم، واخرج بالضحك وبالاشاره،